ولأن لغة الأرقام غالباً ما تصيب العيون بغشاوة القلق من المفاجآت، ولأن الخيول تبعث القدرة على التخمينات ومضاربات الريسز حسب الدارج العراقي، أقيم بقضاء الحويجة بمحافظة كركوك مهرجاناً لسباق الخيل بمشاركة محافظات عدة بأنواع ذات أصول مختلفة من الخيول، وضم السباق عرضين أحدهما للسرعة وقطع مسافة 3000 متر وآخر للجمال، ونال استحسان الكثيرين ما دفعهم للمطالبة بدعم المهرجان الذي يقام سنوياً لتوسيع المشاركة بشكل أفضل. هذا المهرجان هو المهرجان الأول قضاء الحويجة ناحية الزاب قرية الزبابية، وهذا السباق هو سباق الخيول العربية الأصيلة اللي اليوم صار هذا السباق بهذه المنطقة. هذا السباق هو موجود بس بمحافظة كركوك، شاركت كل المحافظات، أكثر من المحافظات الشمالية، موصل، تكريت، كركوك وأربيل. تدري هذه الرياضة رياضة يعني قليلة، اللي هواها قليل الناس يهون هذه الرياضة، وهذه الرياضة مو كل شخص يقدر يشارك بهذه، هذه رياضة اختصاص للعدواهس بالخيول الأصيلة. بالنسبة لنا داعمين هذه الرياضة من اللي واقفين ويا أصحاب الخيول الأصيلة، وندعمهم بالمسابقة وندعمهم بمشاركة هيش رياضة للشباب. هذه المنطقة كانت قبل 2014، قبل ما ذكرناها بالقناة قبل شوية، هذه المنطقة كانت ما حد يقدر يوصلها، الحمد لله وشكر اليوم أمان، وده تشوفين هذا الشباب اللي شاركوني بهذه الرياضة موجودين بهذه المنطقة اللي كان ما حد يقدر يوصل. اليوم أقام مهرجان سباق الخيول العربية الأصيلة برعاية الأستاذ أحمد الحمداني، سباق سرعة للخيول العربية الأصيلة وسباق جمال للخيول العربية الأصيلة. ومن ضمن السباق يعني اشتركن خيول ثوربريد، ثلاثة من أنواع الخيول، ثلاث أنواع، مهجن، ثوربريد، وخيل عربي أصيل، وخيل عربي أصيل مختص بالجمال. ايه فاز عندنا حصان بالجمال، حصان مصري. وين صار هذا السباق؟ قضاء الحويجة، قرية أزرارية، محافظة كركوك. طبعا قضاء الحويجة قرية أزرارية. الخيل تقريبا 30 خيل يعني اللي شاركن بالسباق السرعة، وخمسة ستة اللي شاركن بالسباق الجمالي. والله هذا صار لنا تقريبا شهر ونص احنا نجهز لهذا السباق. السباق هذا جهزناه على شكل جولتين، جولة الخيول الجمالية اللي هي تصير بالسنة مرة واحدة، وجولة الخيول السباق اللي هي نسميها خيول السرعة، وبجهود ذاتية وبرعاية الأستاذ أحمد الحمداني وأبو صايل السلماني، همينا يعني يتعبوا ويانا وركض، ولمينا هاي الناس من كل هاي المناطق، من صلاح الدين ومن كركوك، من المواصل إجت ناس، وشاركت تقريبا 20 فرس بسباق السرعة و10 خيل بسباق الجمالية، وفازت اللي فاز وهارد لك للي خسر، وإن شاء الله يعني القادم أفضل. حصاني أخي السابع، وبالمزاينة حصان خوي أبو صايل هم أخذ الأول على كركوك، طلع على بجر، طلع الأول على كركوك من ناحية السباق. وعدنا جنوب إحنا ندرب لهذا السباق، صار لنا 3 أشهر ندرب ونستعد لهذا السباق، وناشرين قبل شهر أن هذا السباق معلنين، والعالم تدري يعني إحنا بكل سنة بهذا الموعد، خاصة بشهر العاشر تبدي سباقاتنا، تنحد العادة الشتوية كلها، هذا موسم سباقات.